لربما سوف تندهش، فبمشروع أساسه 1000 دينار فقط تم بناء هذا المجمع السكني الذي أنقذ حياة 25 عائلة فقيرة لا تملك قوت يومها لتتحقق أحلامهم بواسطة منتسب أمني بالشرطة الاتحادية. حاليا جاري العمل على بناء مدينة مكونة من 100 دار ومدرسة نموذجية ومستوصف صحي. كذلك أنتم مثل ما تعرفون أني منتسب من صوب العلاقات وإعلام قيادة قوات الشرطة الاتحادية. الشرطة الاتحادية متمثلة بالسيد الفريق صالح العامري، دعمونا الدعم الكافي من خلال الدوام والدعم المادي والمعنوي لإكمال مشروعنا الإنساني. في العام 19 بعد 2000 انطلقت نواة هذا المشروع بمساعدة الأصدقاء والجهات الإنسانية ودعم حكومي لنجاح هذا المشروع الذي سيكون خطوة تجاه بناء مدينة سكنية سعتها 100 دار بجهود كافة المتطوعين والخيرين ومن سيساهم بذلك. ساهم بهذا المشروع عديد من الطبقات المجتمع، من شيوخ، من مهندسين، من عاملين، من فكانت لهم اليد وكان لهم الدعم المادي والمعنوي للأخ سيف، وكذلك من ساهم بهذا المشروع ودعم الأخ سيف هو المسؤول الأول له في الشرطة الاتحادية من دعم مادي أيضا ودعم معنوي، وبالتالي أنشئ هذا الصرح الهندسي الذي تم إنشاؤه على مساحة 5000 متر مربع 2 دونم، وبعد أن وضعت التصاميم والمخططات والكشوفات الهندسية من قبل أخوة مهندسين متبرعين تسارعوا على وضع هذه الخطط ووضع هذا الجدول الزمني لتقدم العمل. هذا الشخص بهذه الهمة اللي كان يمتلكها وهذا الحب للفقير وهذه الروح اللي كان يمتلكها بداخله قدر أن يبدأ بال 2018 إلى 2019 في بناء دور سكنية بسيطة للفقراء ومساعدة الفقراء في مدينة الشوملي، وأخذ من الإعلام منبر ليناشد الناس الخيرة، ومن ثم انطلق هذا المشروع بتوفيق الخيرين حقيقة من كل العراق. بالألف دينار أنجز هذا المشروع، على الدولة العراقية أن تعيد النظر بميزانية دولتها العظيمة وسط عدد كبير من الفقراء والمحتاجين. من الشوملي جاسم الهميم، التغيير.